خلينا ننتقل بقى مع حضراتكم بعد كده ونقرا الاخبار والمواقع طبعا في المواقع والصحف العالميه والمحليه المختلفه. هنروح تحديدا مع زميلتنا مريم سميح والبوابه نيوز. يا مريم بونجور، صباح الخير، وقول لنا موضوع الجو ده رايك ايه، في حر ولا برد؟ وده رقم واحد. رقم اثنين طبعا في منشطات معاكي مهمه جدا، يمكن اول خبر تتكلم او بيتكلم المنشط عن ميدو وانتقاده لاتحاد الكره بسبب محمود الجوهري، كابتن محمود الجوهري طبعا. خلينا نعرف منك تفاصيل اكتر. والخبر بدو الاخر اللي شد ولفت انتباهي بشكل كبير، فكره هنا محمد صلاح والحديث مؤخرا عن اداء محمد صلاح والمباراه كمان الاخيره اللي كانت امام ايفرتون اللي البعض انتقد فيها اداء محمد صلاح. خلينا يعني نطمن او نعرف تفاصيل اكتر منك، تفضلي. صباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. خليني بس في البداية أقول لك يعني بالنسبة للجو أكيد أنا وإنت مش هنتفق بالنسبة له، لأن أنا بشوف إن دلوقتي الجو يعني مش حر، ولكن الحقيقة إن فعلا خلاص يعني درجة الحرارة بدأت في الانخفاض تدريجيا، لأن خلاص يعني يمكن مع دخول شهر سبتمبر كان بيعلن انتهاء فصل الصيف رسميا، فالحمد لله إن الجو بدأ يتحسن وخلاص يعني الأمور بقت مستقرة والحمد لله ما بقاش الجو حر زي الأول. خلينا بقى ننتقل لجولتنا الصحفية النهاردة وجميع العناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين، وهي المواضيع الهامة الحقيقة للغاية اللي انت ذكرتيها. هيكون معانا عدة عناوين كمان أخرى، ولكن خلينا نبدأ بالعنوان اللي انت تطرقتي له بمناسبة انتقاد طبعا النجم أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر لفكرة تجاهل اتحاد الكرة لطبعا إحياء ذكرى الأسطورة محمود الجهري، وكان العنوان الأول من البوابة سبورت ميدو ينتقد اتحاد الكرة بسبب محمود الجهري. زي ما احنا قلنا انتقد طبعا او شن هجوم كبير جدا النجم احمد حسام ميدو على اتحاد الكره المصري بسبب تجاهل او عدم ذكر او احياء ذكرى طبعا الاسطوره محمود الجهري مدرب منتخب مصر الاسبق، وهو شايف ان هو يعني اكثر مدرب اعطى للمنتخب المصري، وطبعا كان يعني الجيل الذهبي في هذا التوقيت، وطبعا محمود الجهري يعني لا يغفل عن الجميع، وشايف أو قال أوجه رسالة في تصريحات تلفزيونية هامة جدا، شايف أنه إيه الرسالة اللي يعني قصدها اتحاد الكرة خلف هذا التجاهل الكبير، خاصة أن بعض الأندية الكبرى اهتمت جدا بإحياء هذه الذكرى، لأن طبعا زي ما احنا قلنا أن محمود الجهري قام وقيمة كبيرة جدا في عالم كرة القدم وتحديدا المنتخب المصري، وده اللي كان شايفه ميدو بشكل كبير، وشايف كمان أنه يعني دي رسالة سلبية جدا بالنسبة لاتحاد الكرة المصري أنه هو يتجاهل مثل هذه ذكرى، وكمان شايف انه من المفروض ان احنا نحيي هذه الذكرى، خاصه ان يعني الشباب الصغير او الاجيال الجديده محتاجه ان هي تعرف اكتر عن الكابتن او الاسطوره محمود الجهري بشكل اكبر. وطبعا يعني ختم كلامه ان ده كان امر حزين جدا بالنسبه لي انه يتم التجاهل بهذا الشكل لهذه الذكرى الهامه جدا لواحد من اساطير كره القدم المصريه. طبعا تاني عنوان معانا من صدى البلد، الدوري المغربي الرجاء يتعادل مع اولمبيك اسفي بهدفين لكل منهما. تعادل فريق الرجاء واولمبيك اسفي بهدفين لكل منهما في الجوله الاولى من الدوري المغربي، وده طبعا في المباراه التي اقيمت امس الاحد. طبعا سجل هدفي الرجاء محمد النهيري من ضربه جزاء في الدقيقه 33، اما بالنسبه للهدف الثاني سجله جمال حرقاص في الدقيقه 48، اما بالنسبه لنادي اولمبيك اسفي سجل هدفي الفريق يونس النجاري في الدقيقة 8 وعبد الله الزيارة في الدقيقة 21، وبهذه النتيجة طبعا بيسجل كل فريق النقطة الأولى في رصيدهم في الجولة الأولى من عمر المباراة. من موقع كورة، مدرب الإفريقي أردنا التأهل قبل ركلات الجزاء فدفعنا الثمن. طبعا تحسر أو يعني عبر عن أسفه الشديد براتران مارشان المدير الفني للنادي الإفريقي على ضياع التأهل لنهائي كأس تونس بعد الهزيمة في وقت قاتل أمام الصفاقسي بنتيجة 2-1. وقال مارشان في مؤتمر صحفي طبعا عقب المباراة، مررنا اليوم بسيناريو سيء لأننا قدمنا مستوى طيب وكنا الأفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدف التقدم ركلة جزاء كما أتيحت طبعا يعني فرص لمضاعفة النتيجة، ولكن ده لم يتحقق. وأضاف في الوقت الذي كنا فيه الأفضل قبلنا هدف التعادل بطريقة ساذجة وكان بالإمكان تفادي الخسارة، وطبعا يعني قال أنه من الصعب جدا تقبل هذه النتيجة أو تقبل هذه الهزيمة، حقيقة كان السيناريو حزينا لمباراة اليوم.
طبعا بالنسبه لخبر صلاح يا نهاوند اللي انت ذكرتيه في الاول، اكيد من موقع يلا كوره، اوين منتقدا صلاح لم يظهر امام ايفرتون ولا اعلم اذا كان سيستمر بنفس الاداء لنهايه الموسم. اكد مايكل اوين لاعب ليفربول السابق على تذبذب اداء محمد صلاح لاعب الريدز طبعا منذ بدايه الدوري الانجليزي او انطلاق الجوله الاولى تحديدا في الدوري او البريمير ليج، وتعادل ليفربول مع ايفرتون في الجوله السادسه من الدوري الانجليزي، ولم يظهر صلاح بالتألق المعتاد عليه حتى الآن منذ بداية الدوري الإنجليزي. وقال أوين محمد صلاح لم يكن متواجد في مباراة إيفرتون، وأن هو ذكر ده قبل المباراة. كمان قال أنه احتمال كبير جدا يكون صلاح ما يظهرش بشكل جيد أو بالشكل المعتاد عليه أو التألق اللي هو اعتاد عليه في مباراة إيفرتون، وده تحقق بالفعل زي ما قال أوين قبل المباراة. كمان أضاف في تصريحات هامة جدا لبعض طبعا الصحف الإنجليزية أنه شايف أن كمان صلاح لم يظهر آخر ثلاث مباريات، ومش بس في مباراة إيفرتون، وهو شايف أن أداؤه الحقيقة متذبذب للغاية. كمان قال يعني أو يعني يمكن طرح تساؤل هام جدا، هل صلاح هيستمر في هذا الأداء حتى نهاية الموسم، ولا ممكن أن هو يرجع عن هذا الطريق وطبعا يعود لتألقه المعتاد واللي كمان تعود عليه جمهور ليفربول بشكل كبير جدا، لأن طبعا محمد صلاح بيمثل عمود هام جدا في الفريق وحقق معهم بطولات كبيرة وطبعا كثيرة جدا. كمان أكمل يمكن طرح تساؤل آخر، هل تواجد نونيز ليه تأثير كبير على محمد صلاح أو على أداء محمد صلاح؟ ولكن هو شايف أنه أو يعني يمكن رد كمان على التساؤل اللي هو طرحه، أنه شايف أن نونيز ملوش علاقة بتذبذب يعني مظهر صلاح أو أداء محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن كمان مع غياب نونيز بسبب الإيقاف كان برضو أداء محمد صلاح مش بالشكل المعتاد عليه. أخيرا من اليوم السابع، لويس سواريز يسجل هدفا خرافيا في كلاسيكو أوروغواي. سجل النجم لويس سواريز لاعب فريق ناسيونال هدف رائع في مرمى فريق بينيارول خلال مباراة الكلاسيكو واللي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد. الحقيقة يعني إن كان الجمهور وشايفين ده كلاسيكو كبير جدا، وكمان يعني يمكن جمهور الفريقين كان متواجد في الشوارع أول أمس، كان بيسأل الجماهير شايفين مين اللي ممكن يكسب ناسيونال ولا بينيارول، وكمان كانت يعني يمكن الاراء كانت غالبيتها ان ناسيونال هو اللي هيحقق الفوز، وده اللي اتحقق بالفعل خلال مباراه امس. ويعني دي كانت ضمن منافسات الجوله السادسه من المرحله الختاميه من دوري اوروغواي، واحرز سواريز هدف ناسيونال الثاني في الدقيقه 53 من زمن اللقاء، وطبعا يعني اللي حسمه ناسيونال بنتيجه 3-1 على حساب بينيارول، وتصدر فريق ناسيونال ترتيب الجوله الختاميه من دوري اوروغواي برصيد 15 نقطه. وكان طبعا لويس سواريز قد عاد لصفوف فريق ناسيونال خلال الصيف الحالي بعد نهاية عقده مع نادي السابق فريق طبعا أتلتيكو مدريد الإسباني. طبعا دي كانت كل عناويننا الصادرة صباح اليوم الاثنين في جولتنا الصحفية من برنامج 10 الصبح في الأهلي. بشكرك جدا نهاوند، الكلمة ليكي مرة أخرى. أنا بشكرك على التغطية الرائعة كالمعتاد يعني مريم سميح من مراسلتنا أو من مراسلنا في قناة الأهلي المتميزين فعلا. طيب